رسالة التالية بدي وصفة لالتهابات المسالك. قلنا التهابات المسالك البولية أو المثانة أو الحالب أو الكلى، شرب الماء بكثرة على قدر الإمكان دي أول حاجة. تاني حاجة الممسيسة والحلف بر بكميات متساوية، وهناخد معلقة من هذا الخليط وتشرب 3 مرات، تغلى وتشرب 3 مرات يوميا. الرسالة التالية عايزة أعرف نوع التحاليل اللي يبين اللي